منخفض، جو عملاق يتجه إلى المغرب، وتغييرات مفاجئة سترون العجب في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إن شاء الله في هذه النشرة الخاصة سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات في هذه النشرة المباشرة بإذن الله. سنعطيكم المناطق المعنية، وكذلك توقيت دخول منخفض الجو الأطلسي، وكذلك تواجد منخفض جو عملاق. إن شاء الله في آخر التحديث الذي صدر من النموذج الأوروبي سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات والمناطق المعنية. قبل الأخذ في التفاصيل، 90% أخوتي الكرام لا يدعمون بلايك والاشتراكات، فالمرجو دعم هذا المحتوى الهادف كي نستمر في نشر المزيد وترك تعليق محفز إخواني الكرام، ونسأل الله الثبات لهذه الخيرات. التوقعات البعيدة قابلة للتغيير، والتوقعات القريبة فهي تكون ثابتة بشكل كبير، والعلم عند الله. والآن سننتقل إلى التفاصيل إخواني الكرام. بداية سنلقي نظرة على هذا المساء إخواني الكرام، كيف هي الأجواء؟ بل هذا المساء يتوقع تساقط أمطار وزخات رعدية متوقعة على المملكة، كما يشير النموذج الأمريكي والأوروبي. بالنسبة للنموذج الأوروبي يشير لتساقطات زخات رعدية قد تكون محليا قوية على العديد من مناطق المملكة، خصوصا المناطق التالية. إن شاء الله سوف تشهد تساقطات مطرية رعدية على مناطق قد تصل حتى مناطق وجدة، وربما المناطق التاورية المناطق المجاورة. كما تشاهدون إخوة الكرام، في هذه المناطق ستعرف تساقطات مطرية متوقعة بإذن الله، كما تشاهدون على مناطق بين وجدة وتوريت، وكذلك بطة الحاج، كذلك على مناطق غزة، وكذلك مناطق فاس وجيجو وخنيفرة وميدل، ومناطق بابر. التساقطات المطرية قد تكون رعدية، كذلك على إفراس كرامتاز وخنيفرة وميدلت وتونفيت وزاوية الشيخ والماس، وكذلك مناطق الرماني والخميسات. هذا المساء تساقطات مطرية رعدية قوية مع تقدم منخفض جوي عملاق، قد تصل كمية التساقطات إلى أزيد من 200 ملم، سنرى إذا كان سيدخل إلى المملكة مع دخول منخفض جوي إن شاء الله خلال الأيام القادمة. سنقدم لكم في هذا الفيديو إخواني الكرام ضروري جدا مشاهدة هذا الفيديو القصير إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل إخواني الأعزاء. كما تشاهدون هناك العديد من المنخفضات الأصلية، وسنقدم لكم توقعات 9 أيام إن شاء الله، فالمرجو التفضل بمشاهدة الفيديو إلى النهاية. فضروري جدا إخواني الكرام في هذا الفيديو المهم وكذلك الخاص إن شاء الله. مع انتقالنا لبداية شهر أكتوبر، يتوقع أن تكون بعض العاصفة الرعدية الغير مستقرة على مناطق تينغير وتبانت أوكيبدن أوزميز إيمنشانوت، وكذلك تازنخت وتلوين وآس، والتساقطات المطرية على إيمنشيل وتوفيت وغورا، مع التساقطات الرعدية قد تصل مناطق تندرارة ومناطق الجهة الشرقية لكن بشكل ضعيف. خلال الأيام القادمة تشير نماذج الطقس العالمي إخواني الكرام لاحتمال عودة الاضطرابات الجوية مع دخول اضطرابات جوية محتملة إن شاء الله، يشير لها النموذج الأوروبي والأمريكي إن شاء الله بعودة الاضطرابات الجوية خصوصا يوم الثلاثاء. بالنسبة للنموذج الأمريكي فيشير لاضطرابات جوية جد مهمة واحتمال لاقتراب منخفض، أما الكبير إن شاء الله تعود الاضطرابات الجوية إلى المغرب منتصف شهر أكتوبر بإذن الله، نسأل الله الثبات. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة خصوصا للنموذج الأمريكي فيشير لاحتمال تساقطات مطرية بإذن الله قد تكون جد مهمة على العديد من المناطق المملكة خلال يوم 2/7 من شهر أكتوبر، واحتمال إن شاء الله تساقطات مطرية ودخول منخفض جوي أطلسي بحول الله. فهذه رغم أن التوقعات نسبيا بعيدة، لكن احتمال كبير، فكل النماذج تشير لاحتمال دخول منخفض جوي أطلسي في منتصف شهر أكتوبر. بالنسبة للمناطق المعنية فهذه التحديثات قابلة للتغيير على مناطق تازة وتالا وتاونات فرانس كرامتاز وخنيفرة وزاوية الشيخ وتونفيت بني ملال والبروج وقلعة ستراغنو وبن جرير، وكذلك قدير بوشيبة ومراكش وكابدن أوزميز وأزيلال. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء فيتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على مناطق الناظور والحسيمة شبشاون إيساقن والدريوش أكنول ساكا تاونات وزان قرية أبو محمد سيد سليمان فاس مكناس تهالا تازا وقرسيف، وكذلك إفران وسكورة مداز فاس والماس خنيفرة وزوج الشيخ، وتساقطات مطرية على بني ملال. ومن المتوقع إن شاء الله استمرار الأجواء الغير مستقرة على المناطق السواحل الغربية الفترة بعد الزوال، والمناطق المعنية فهي كالتالي: تساقطات مطرية حاضرة على مناطق تطوان وسبتة وطنجة، وكذلك أصيلة والعرائش،
لن ميمونة وشوشو وإيساق إن شاء الله، وتساقطات مطرية متوقعة إن شاء الله على مناطق سيدي علال تازي والرباط وسلا وبن سليمان الدار البيضاء القارة برشيد الجديدة، شتاء على ستات ولاد فرج والوالدية وسيدي بنور، تساقطات ضعيفة على تنفيت إيميل شيل وميدلت وسكورة مداز وتالا وكذلك قرسيف وربما المناطق الجهة الشرقية. ومن المتوقع كما تشاهدون منخفضات جوية عملاقة تتجه نحو المملكة، سنرى إذا كانت ستدخل إلى المملكة إن شاء الله خلال الأيام القادمة، ولله الحمد دخول منخفض جوي إن شاء الله ستؤدي إلى اضطرابات جوية، أسأل الله الثبات. والمناطق المعنية فهي تندرارة معتركة وطة الحاج عاطف وجرادة وجدة وبركان والناظور والدريوش والحسيمة وإساقن وشبشاون ركا وتازة فاس وقرية أبو محمد مكناس الخميسات سيدي علال تازي الرباط وكذلك الدار البيضاء والماس وخنيفرة وتزم وخريبكة وزود شيخ وكذلك مناطق قلعة سرغنام بني ملال أزيلال أكادير بوشيبة ومراكش أمزميز وكيمدن إيمنشانوت وعيد داود. تساقطات محتملة مع احتمال اقتراب هذا المنخفض الجوي الهائل كما تشاهدون المحمل بأمطار عاصفية إن شاء الله، نسأل الله يتجلى المملكة بدخول أمطار الخير وبركة بإذن الله، واحتمال كذلك هذه المناطق أن تشهد ربما دخول عواصف مدارية خلال الأيام القادمة، كل الاحتمالات واردة رغم أن تواجد هذا المرتفع الجوي الأزوري، رغم ذلك فالتوقعات ما زالت مبشرة باحتمال عودة المنخفضات الجوية الأطلسية في منتصف شهر أكتوبر بإذن الله كما تشاهدون بتواجد هذا المنخفض الجوي، وإن شاء الله سنعطيكم تراكمات الأمطار المتوقعة بإذن الله خلال 10 أيام القادمة بحول الله. وبالنسبة لتراكمات الأمطار ل10 أيام القادمة تشير نماذج الطقس العالمية لتراكمات مهمة على فاس قد تصل إلى 16 ملم أو 18 ملم كما تشاهدون إخواني الكرام، على فاس قد تصل 18 ملم، تهال 24 ملم، تازة 17 ملم، وساكة 12 ملم، توريت 6 ملم، وجرادة 8 ملم كتراكمات إجمالية للتساقطات المتوقعة أن تسقط بإذن الله، ذلك على وجدة 10 ملم، بركان 10 ملم، النضر 11 ملم، والحسيمة 9 ملم، وتطوان 7 ملم، وطنجة 7 ملم، أصيلة 9 ملم، والعائش 9 ملم، لالة ميمونة 8 ملم، ووزان 8 ملم، قرية أبو محمد 11 ملم، ومكناس 13 ملم، الخميسات 8 ملم، إفران 16 ملم، وكذلك والماس إن شاء الله 12 ملم، خنيفرة 11 ملم، زوج شيخ 11 ملم، وكذلك تونفي 12 ملم، خريبقة 7 ملم، بني ملال 11 ملم، خلال سرانة متوقع 6 ملم، أكادير بوعشيبة 7 ملم، وكيفدر 6 ملم، وبالنسبة كذلك لمناطق الدار البيضاء قد تكون 4 ملم، وكذلك الرباط 4 ملم، الجديدة 2 ملم، برشيد 3 ملم، وكذلك القارة 5 ملم، وسطات 5 ملم، ولاد فرج مليمتر، وكذلك خريبقة 1 7 ملم، طنجة اخواني الكرام 7 ملم، وتطوان 7 ملم، كذلك اصيلة 9 ملم، والعرائش 9 ملم، ولالة ميمونة 8 ملم، وزان 8 ملم، وكذلك مناطق تونات 15 ملم بإذن الله، وكذلك مناطق قرية أبو محمد 11 ملم. يتوقع بإذن الله أن تكون هذه الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله على العديد من مناطق المملكة بحول الله. بالنسبة كما تشاهدون المنخفض الجوي الأطلسي القادم أو الذي في المحيط الأطلسي منخفض جد قوي إخواني الكرام، وقد تصل إخواني الكرام كمية الأمطار المتوقعة إلى أزيد من 200 ملم إخواني الكرام في هذا المنخفض الجوي العملاق إن شاء الله المتواجد في المحيط الأطلسي إذا كان سيدخل إلى المملكة بحول الله. منخفض جوي كبير فاحتمال إن شاء الله أن يمتد إلى المغرب خصوصا في منتصف شهر أكتوبر، منخفض جوي كبير بإذن الله يتجه إلى المغرب أو في المحيط الأطلسي إذا كان سيدخل، سنرى في هذا الفيديو بإذن الله، وإن شاء الله نسأل الله أن يدخل